بسم الله الرحمن الرحيم. دكاترتنا الجامدين، كل سنة وانتم طيبين. الحصص اللي فاتت كنا بدأنا شابتر البلد وتعلمنا درس مهم جدا، ان الكبير له احترامه. فلما اجي اتكلم عن الدم وهو اهم سائل في جسمي لازم احترمه، ما اقولش عليه سائل كده وخلاص. فكنا بنقول البلد هو نوع خاص من الكونكتيف تيشو في الماتريكس، بتكون سائلة، ما اقولش سائل كده وخلاص. اتكلمنا عن مكونات الدم وعرفنا انه بيتكون من شقين، الشق السائل ليكويد سميناه بلازما، وكنا بنقول ده سائل اصفر صفار الموز، والشق الخلوي سيلز خلايا الدم. خلايا الدم عندي كانت بتضم 3 انواع من الخلايا: كرات الدم الحمراء ار بي سيز، وعرفنا ليه اسمها حمراء، وطلعنا بقاعدة بتقول ان بيتحكم في لون خلايا الدم عاملين: عامل العدد، كل ما الخلايا تكون كتير كل ما تكون كوندنسد فوق بعض كل ما اللون يبان عليها، وعامل الكونتنت، الخلايا دي جواها ايه. فانا بقول لسيادتك الار بي سيز لونها احمر لان عددها كبير فالخلايا كوندنسد فوق بعض فاللون باين عليها. رقم 2 الكونتنت، بتحتوي بداخلها على هيموجلوبين لونه احمر، هو اللي مدي الخلايا لونها الاحمر. الخلايا التانية كانت كرات الدم البيضة دبليو بي سيز، بيتحكم في لون كرات الدم عاملين: عامل العدد، انا بقول لسيادتك دي وايت يعني كلرلس ملهاش لون، اذا عددها اقل نسبيا من الار بي سيز، ده كانت بالالاف بس. عامل الكونتنت، الخلايا دي بيضة كلرلس لانها لا تحتوي بداخلها على هيموجلوبين، امال بتحتوي على ايه؟ تحتوي على جرانيولز، فاكر الكلام ده. واخر نوع من الخلايا عندي هي البليتلتس، الصفائح الدموية، وده عنوان حصتنا النهاردة. يعني ايه بليتلتس؟ يعني ايه صفائح دموية؟ والله دي بتبقى خلايا صغيرة اسطوانية الشكل، كل دورها في جسمي انها تعمل لي جلطة، ولذلك البليتلتس سموها ثرومبوسايت. سايتس يعني خلايا، ثرومبو يعني جلطة، ده دي الخلايا المسؤولة عن تكوين الجلطة، تجلط الدم. وايه الحكمة من وجودها؟ سيادتك اتعورت خربوش صغير كده، لولا وجود البليتلتس في جسمك كنت هتفضل تنزف من الجرح ده لحد ما تموت. حتى لو خربوش صغير كده هتفضل تنزف منه لحد ما تموت. ايه اللي بيخلي النزيف يقف بعد شوية؟ ده انت بتكبسه بس كده بيقف، بيقولك اكبسها بن. ايه اللي بيخليه يقف بعد شوية؟ وجود الصفائح الدموية اللي هي البليتلتس، هي اللي بتكون جلطة، وجلطة يعني ثرومبس، اذا اسمها التاني ثرومبوسايت. محتاجين نعرف ايه عن البليتلتس. بسم الله الرحمن الرحيم، لما نقول بليتلتس لازم تكون عارف معلومتين ما ينفعش حد في طب ما يكونش عارفهم. اول معلومة، البليتلتس دي بتطلع منين؟ المصنع بتاع البليتلتس اسمه ايه؟ قالك ان الصفائح الدموية بتتصنع جوه مصنع خلايا جوه البون مارو اسمها ميجا كيريوسايتس، خلايا رايقة بتسمع كايروكي، فسمتها على اسم الباند، سمتها ميجا كايروكي كايروسايتس. المصنع ده عبارة عن خلايا جوه البون مارو جوه نخاع العظام، الخلايا دي كل دورها في الحياة انها تصنع لي بليتلتس، بتصنع بليتلتس بس، ملهاش دعوة بار بي سيز ولا دبليو بي سيز، دول ليهم مصانعهم الخاصة. لكن البليتلتس اول معلومة محتاج تعرفها انها بتخرج من مصنع بتسمع كايروكي، فسميت المصنع ميجا كيريوسايتس. المعلومة التانية ما ينفعش حد في طب ما يكونش عارفها، ده لو انت معدي في الشارع كده ممكن اي حد عارف انك في كلية طب يسألك فيها ولازم ترد عليه. عدد الصفائح الدموية في جسمك يتراوح من 150 الف ل 400 الف بير كيوبيك مليمتر. ايه الحكمة من ان انا اعرف رقم زي ده؟ انا بقول لسيادتك عدد البليتلتس او الثرومبوسايتس من 150 الف لربعمية ألف، طبعا ألف بير كيوبيك مليمتر، وده رقم مهم جدا جدا لازم تكون عارفه. ليه؟
الخلايا المسؤولة عن تكوين الجلطات لو قلت عن 150,000 معنى كده ان مفيش جلطات هتتكون، معنى كده انك لو اتعورت خربوش صغير هتفضل تنزف منه لحد ما تموت، ده مرض او حالة اسمها ثرومبوسيتوبينيا. يبقى لو قلت عن 150,000 حالة اسمها ثرومبوسيتوبينيا. بليتلتس قليلة يعني جلطات قليلة يعني نزيف مستمر لحد ما تموت. طب لو زادت عن 400,000 بليتلتس كتير جلطات كتير يعني وانت ماشي في حالك كده تلاقي دمك اتجلط، تكونت جلطة ومت في ساعتها. يبقى لازم وجود الصفائح الدموية يكون في الرينج ده من 150,000 ل 400,000، لا تقل عن 150 ولا تزيد عن 400,000. يبقى احنا لما نقول يا بليتلتس قبل ما نبدأ الحصة، ده كله لسه ما بدأناش، لازم تكون عارف معلومتين. اول معلومة المصنع بتاعها كايروكي ميجا كاريوسايتس، تاني حاجة العدد، وده اهم رقم في الحصة او اهم رقم في الشابتر كله، 150,000 ل 400,000 بير كيوبيك مليمتر. قلت عن 150 يعني بليتلتس قليلة، جلطات قليلة، الدم مش هيتجلط خالص، هتفضل تنزف 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 لحد ما تموت، لحد ما تخلص كل الدم اللي في جسمك. حالة اسمها ثرومبوسيتوبينيا، المقطع بينيا يعني قليل، ثرومبوسيتوبينيا ثرومبوسايتس قليلة، في مرض اسمه هيموفيليا سيولة الدم. تاني حاجة لو زادت عن 400,000 بليتلتس كتير، جلطات كتير عمال على بطال، وانت ماشي في حالك كده تلاقي دمك اتجلط ومت، حالة اسمها ثرومبوسايتوزس. سايتوزس وكلمة سايتوزس يعني زيادة العدد، يبقى بينيا ناقص العدد سايتوزس زيادة العدد، ودي معلومات مش عايزك تعرفها دلوقتي، معلومات كلينيكال اكتبها لي على جنب. نبدأ حصتنا، يلا سمي الله معايا، وهنتكلم عن الصفائح الدموية اللي هي البليتلتس، اسمها التاني ثرومبوسايتس. ليه اسمها ثرومبوسايتس؟ لأن دي الخلايا المسؤولة عن تكوين الثرومبس، وكلمة ثرومبس يعني جلطة. بتكون ازاي الجلطة؟ تخيل معايا كده ان انا عندي بلاد فيسل بالشكل ده، بلاد فيسل اهو، او بلاد فيسل قد الدنيا اهو. جيت انت عملت انجري في البلاد فيسل بالشكل ده، عورت البلاد فيسل بتاعك، خدت ضربة عليه على البلاد فيسل، فالبلاد فيسل اتفتح، هيبدأ ينزف الدم، هيبدأ يخرج من البلاد فيسل لحد ما تتكون الجلطة هي اللي بتوقف النزيف ده. طب ازاي بتتكون الجلطة؟ قال سيادتك خلايا البليتلتس بتيجي على المنطقة اللي فيها انجري دي وتبدأ تتجمع بالشكل ده. شايف؟ اتجمعت ولزقت في بعض، سميت التجمع ده aggregation. يبقى انت لما اتعورت جت البليتلتس واتجمعت في منطقة الانجري دي، تجمع يعني aggregation، سميت تجمع البليتلتس بليتلتس aggregation. بدأت انها تلزق في بعض adhere together وتقفل لك مكان الانجري. الحاجة اللي اتكونت، البلوك اللي اتكون ده، سميته thrombus. يبقى ليه هي اسمها ثرومبوسايتس؟ لانها بتكون ثرومبس، كلمة ثرومبس يعني جلطة. ازاي الجلطة بتتكون؟ ده لما حصل انجري في البلاد فيسل بدأت البليتلتس تترص وتتجمع، سميتها اجريجيشن، وتلزق في بعض سميتها ادهيجن، لزقانها في بعض ده وتجمعها كون لي كتلة، كون لي بلوك، قفل مكان الانجري، سميت البلوك ده ثرومبس، عشان كده اسمها ثرومبوسايتس. هو ده كل دور البليتلتس في وقف النزيف؟ هو ده كل اللي بتعمله؟ بتتجمع وتلزق في بعض وتكون لي ثرومبس؟ لا يا بيه. قالك البليتلتس بتيجي اللي موجودة هنا بتطلع مواد كيميائية زي السيروتونين، المواد دي تشتغل على الفيسل وول، تنشط السموث ماسلز اللي موجودة في الوول بتاع البلاد فيسل،
فيحصل كونتراكشن، الكونتراكشن ده يقرب التو اندز بتاعت الانجري. انت كان عندك انجري، كان عندك حته في الجلد اتقطعت فالجلد اتقسم نصين، يبدا السيروتونين ده ان هو يقرب النهايتين ببعض، يقرب لك التو اندز بتاعت الانجرد بلاد فيسلز ببعض. لما تقرب من بعض النزيف هيقل، هتقفل او هتقلل حجم الانجري، فالنزيف هيبدا يقل. ده كله ما بدأناش الحصة. يبقى أول حاجة هي اسمها ثرومبوسايتس ليه؟ لأن دي الخلايا اللي بتكون ثرومبس، اللي بتكون الجلطة. إزاي بتكون الجلطة؟ لو حصل إنجري في الفيسل وول بتبدأ البليتلتس تتجمع، سميتها أجريجيشن، تلزق في بعض سميتها أدهيجن، كونت بلوك اسمه ثرومبس، كلمة ثرومبس يعني جلطة، عشان كده اسمها ثرومبوسايت. تاني حاجة بتفرز مواد كيميائية زي السيروتونين تشتغل على الانس، على نهايات الانجرد بلاد فيسل، وتبدأ انها تقربهم من بعض. عملت كونتراكشن في الوول هنا وكونتراكشن في الوول الناحية التانية، فقربوا من بعض فقللت حجم الدم المفقود. طب الزبالة دي بعد ما تتكون مين هينظفها؟ برضو البليتلتس، كل واحد بينظف الفوضى اللي هو عملها. البليتلتس عملت لك بلوكات هنا، عملت لك جلطة هنا، مين اللي هينظف وراها؟ تقوم بعد ما النزيف يقف تيجي البليتلتس وتطلع لايزوزوما الانزيمز على البلوك ده وتفك لك الجلطة بتاعتك، البلاد فيسل يرجع طبيعي زي ما كان. يبقى ابدأ لي يلا حصتنا النهاردة، هنتكلم عن البليتلتس، اسمها التاني ثرومبوسايتس، وانت دلوقتي عرفت هي ليه اسمها ثرومبوسايتس، لانها الخلايا اللي بتكون الثرومبس، الجلطة. محتاج تعرف معلومتين عن البليتلتس. اول حاجة انها بتطلع من مصنع اسمه ميجا كاريوسايتس، دي خلايا في البون مارو كل دورها في الحياة انها تصنع بليتلتس فقط، ملهاش دعوة باي خلايا تانية. يبقى المصنع بتاعها اسمه ميجا كيريوسايتس، العدد بتاعها من 150 ألف ل 400، ولازم تكون حافظ الرقم ده، لأن نقص عن 150 ده مرض اسمه سيولة الدم، زيادته عن 400 ألف ده مرض اسمه ثرومبوسايتوزس، تجلطات مستمرة. أنا هقول لسيادتك إن البليتلتس، عمر البليتلتس في جسمك من 7 ل 10 أيام. اللايف سبان بتاعها احنا متفقين، اي خليه بناخدها في شابتر البلد لازم تتكلم عن عمرها، اللايف سبان. اللايف سبان بتاع البليتلتس من 7 ل 10 ايام. نكتبها فين اهو؟ من 7 ل 10 ايام. بعد كده الخلايا دي بتتكسر وبتتجدد، ملناش دعوه. يبقى اللايف سبان بتاعها من 7 ل 10 ايام. الحجم بتاع الخلايا اطرح لي 7 من 10 كده هيطلع لك 3، اذا حجمها 3 مايكرو مايكروميتر، وده كلام مش مهم قوي. ادخل لي بقى في الكلام المهم، شكل البليتلتس عامل ازاي. انا قلت لك في اول الفيديو ان البليتلتس دي عبارة عن خلايا صغيرة اسطوانية الشكل، ترجم لي الكلام ده. قال لي سيادتك ان شكلها سمول، خلايا صغيره، ديسك شيبد، اسطوانيه الشكل. الخلايا دي ما فيهاش نيوكليوس، لا تحتوي على انويه. هي وظيفتها الاساسيه ايه؟ هل وظيفتها الاساسيه تصنيع وبناء؟ لا، وظيفتها الاساسيه انها تقفل لي مكان الانجري، مكان التعوير او الجرح اللي انا تعورته. هتحتاج نيوكليوس في ايه؟ النيوكليوس لو خلية هتصنع وهتبني حاجات تانية ماشي اقول لك خد نيوكليوس، لكن البليتلتس مش مهتمة بتصنيع وبناء. البليتلتس يدوب تسدلي مكان الانجري، يدوب بلوك، هي مش اكتر من بلوك. احط فيها نيوكليوس ليه واوجع دماغي؟ اذا البليتلتس نون نيوكليتد، ودي اهم كلمة في الشيب، الشيب بتاعها سمول ديسك شيب، اهم كلمة لازم تقوله نون نيوكليتد، ما فيهاش نيوكليوس. اصلها هتحتاج نيوكليوس في ايه؟ ده خلايا بس كل دورها انها بلوك، بزرارين عملت بلوك، مش محتاج تصنع ولا تبني حاجة، فمش محتاج النواة في حاجة. رقم 3 وركز معايا، لما تيجي تتكلم عن السيتوبلازم بتاع البليتلتس هتتكلم ازاي. قال لي سيادتك البليتلتس ما فيهاش نيوكلياس، يعني الدنيا فاضية جوه، فانا مش هسيبها سبهللة. بدأ يقسم المنطقة جوه الى زونز، عندي تو زونز. المنطقة الاولى المنطقة اللي على الأطراف بتبقى بيل شوية ولونها أزرق، سميتها هيالومير. المنطقة اللي جوه في النص
بتبقى دارك ولونها بيربل شوية، سميتها جرانيولومير. يعني ايه الكلام ده؟ تخيل معايا كده، ده شكل البليتلتس، ده شكل الصفائح الدموية اهو. بلاقي منطقة من الخارج ازرق على خفيف بيل بلو بالشكل ده، لون بقى كله، لون كله اهو. المنطقة دي سميتها هيالومير، اللي هي الازرق اللي جوه دي. اوصف لي كده منطقة الهيالومير، هتقول له ان دي البريفرال زون. يبقى رقم واحد بريفرال، بريفرال يعني طرف على الطرف، بريفرال. رقم اتنين دي لونها ازرق، يبقى بيل بلو، لونها ازرق خفيف شوية، يبقى دي البريفرال بيل بلو اريا. كلمة هيالو اصلا يعني زجاجي او شفاف، والازاز بيبقى لونه ازرق شوية كده. خلاص، يبقى بيل بلو، ودي المنطقة اللي موجودة على الطرف على البريفري. طب المنطقة التانية اسمها جرانيولومير، مكانها هنا كده. المنطقة دي كده اسمها جرانيولومير. فقال لحضرتك اوصف لي الجرانيولومير، هتقول له دي السنترال دارك اريا ولونها بيربل شوية. اعكس اللي انت قلته في الهيالومير هيطلع جرانيولومير. يبقى لما تيجي تتكلم عن السيتوبلازم بتاع البليتلتس هتقول له تو زونز، ما هي ما فيهاش نيوكليوس، فانا لازم اقسم المناطق جوه، مش هسيبها سبهلله. لما بيكون في نيوكليوس يبدا السيتوبلازم يتجمع حوالين النيوكليوس. طب دلوقتي ما فيش نيوكليوس، السيتوبلازم هيتجمع ازاي؟ فلازم حضرتك تقسمه. هتقسمه الى منطقتين، المنطقه الخارجيه سميناها هيالومير، اوصفها. هي مش الخارجية صح؟ يعني على الطرف صح. يبقى البريفرال زون لونها بيل بلو، والمنطقة التانية سميتها جرانيولومير. اعكس الهيالومير هيطلع جرانيولومير. لو دي على الطرف يبقى دي في النص سنتر، لو دي بيل يبقى دي دارك، لو دي بلو يبقى دي بيربل. بنفسجي شوية بس انا مش معايا لون بيربل فكتبتها بالاحمر، ماشي. لما نيجي نتكلم عن الاي ام، الالكترون مايكروسكوب بتاع البليتلتس، هو السيتوبلازم فيه ايه؟ السيتوبلازم ما هو الا هيالومير وجرانيولومير. طب ما تيجي نتكلم عليه. يبقى في الالكترون مايكروسكوب برضو هتكلم عن هيالومير وجرانيولومير. ما هو في حاجة تانية اتكلم عليها؟ اول حاجة هنبدأ بالهيالومير. هتكلم ازاي؟ كلمة هيالو يعني شفاف، كلمة هيالين يعني زجاجي او شفاف، وخدنا قبل كده الهيالين كارتليج. يبقى كلمة هيالو يعني زجاجي او شفاف، ده انا هبدأ اجابتي من هنا. فبيقول لسيادتك ان الهيالومير دي ترانس لوسنت، ترانس لوسنت يعني شفاف. قال لك دي الزون اللي موجودة على البريفري وبتبقى ترانسلوسنت، بتبقى شفافة. الزون دي عبارة عن ايه؟ انا لو جيت خدت حتة من الهيالومير وشفتها تحت الميكروسكوب هلاقيها بالشكل ده. عبارة عن كفر سيل ممبرين من بره، ومن جوه موجود الشكل ده. ارسم الرسمة الكروكي دي عندك في المذكرة. اهو بالشكل ده. ايه الحاجات اللي انا برسمها دي؟ ايه الكور اللي انا برسمها دي؟ لو سيادتك ترجع معايا بالذاكرة لشابتر السيتوسكيلتون، اول شابتر خالص في الهيستولوجي، السيل، شابتر الخلية. قال لي سيادتك عندي حاجات تيوبيولز صغيرة اسمها مايكرو تيوبيولز، بتبقى 9 انابيب بالشكل ده، 9 تريبلتس كده بالشكل ده. المايكرو تيوبيولز دي بتطلع خطوط خيوط اسمها اكتين ومايوسين، اسمها مايكرو فيلمنت.
مايكروتيوبيول بتصنع مايكروفيلامنت، ده دي الخيوط اللي بتعمل كونتراكشن بتخلي الخلية تنقبض. طب ايه لازمتها في الهيالومير؟ انا هنا في الهيالومير مش في السيتوسكيلتون. ما هو الهيالومير بيتكون من مايكروتيوبيولز، دي كده مايكروتيوبيولز ومايكروفيلامنت بارلل تو ايتش اذر، الاثنين متوازيين. فايدتهم ايه؟ اكتين ومايوسين، مايكروتيوبيول مايكروفيلامنت، كل دورهم انهم يعملوا كونتراكشن. ده دول اللي بيحافظوا على شكل البليتلتس، ان هو يفضل ديسك شيب، تفضل اسطوانيه الشكل عشان تاخد سيرفيس اريا اكتر لما تيجي تقفل لك الانجل. رتب دماغك معايا، يلا هنتكلم في السيتوبلازم عن هيالومير جرانيولومير. هتكلم ازاي في الهيالومير؟ البداية من عند الكلمة نفسها، من عند كلمة هيالو. كلمة هيالو يعني زجاجي او شفاف، فتقول له ده شفاف، يبقى دي ترانسلوسنت زون، منطقة شفافة ترانسلوسنت. عبارة عن رقم واحد سيل ميمبرين، عبارة عن كفر، الكفر ده من سكر اسمه جلايكوكاليكس. كل دور الجلايكوكاليكس في الحياة انه ريسبتور، لو عزت البليتلتس في شغل بره بتيجي تكلم الجلايكوكاليكس ده، ما تخشش على البليتلتس جوه على طول كده، لازم في سكرتير واقف بره. يبقى الجلايكوكاليكس ده السكرتير بتاع البليتلتس. يبقى رقم واحد عبارة عن سيل ميمبرين من الجلايكوكاليكس، من جوه في مايكروتيوبيولز ومايكروفيلامنتس. مايكروفيلامنتس زي الاكتين والمايوسين، كل دورهم في الحياه انهم يعملوا كونتراكشن ينقبضوا. قال لك المايكروتيوبيول والمايكروفيلامنت دول اسمهم سيتوسكيلتون، هيكل الخليه، يبقى كل دورهم انهم يحافظوا على شكل الخليه، كيب الشيب اوف البليتلت، يحافظ على شكل البليتلت. طب والمنطقه الثانيه جرانيولومير، متفقين هيالومير بدانا من الكلمه من الهيالو، فجرانيولومير نفس النظام، هنبدا من الجرانيولو. يعني ايه جرانيولو؟ اكيد المنطقه دي فيها جرانيولز بالشكل ده، الجرانيولز دي هي اللي مخليها المنطقه بيربل، هي اللي مخليها دارك. الجرانيولز دي عباره عن الفا ودلتا ولامدا، خدناها في الفيزياء على فكرة قبل كده، لامدا دي بيبقى شكلها واي مقلوب كده. هتكلم ازاي عن البليتلتس؟ اول حاجة لازم تكون عارف معلومتين على جنب كده، ان البليتلتس ام سي كيو، المصنع بتاعها اسمه ميجا كاريوسايتس، البليتلتس بتسمع كايروكي. تاني حاجة عددها من 150 ل 400,000، 150,000 ل 400,000 بركيوبيك مليمتر. قال عن كده ثرومبوسايتوبينيا، نزيف مستمر بدون تكوين جلطة، مرض اسمه هيموفيليا، سيولة الدم. زاد عن 400,000 اسمها ثرومبوسايتوزس، جلطات اوت اوف نوير، وانت قاعد في حالك كده جلطة، خد يا معلم جلطة. هنبدأ نتكلم عن البليتلتس باللايف سبان زي أي خلية متعودين. اللايف سبان بتاع البليتلتس من أسبوع لعشر أيام، من سبعة لعشر أيام. اطرح لي الرقمين من بعض هيطلع لك السايز، من 2 ل 3 مايكرومتر. ابدأ اتكلم عن الشيب، هتقول لي سمول ديسك شيب، اسطوانية الشكل. نيوكليوس نون نيوكليتد، وبالتالي مفيش نواة، معرفتش أنظم السيتوبلازم، نظمه لي انت، قسمه لي منطقتين، المنطقة الخارجية لونها ازرق وسميتها هيالومير، دي البريفرال الخارجية لونها ازرق يبقى بيل بلو. المنطقة الداخلية سميتها جرانيولومير، داخلية سنترال، بيل هناك يبقى هنا دارك، بلو هناك يبقى هنا بيربل. لما نيجي نتكلم في الاي ام هنتكلم عن المنطقتين دول. هو السيتوبلازم في حاجة غيرهم؟ هنتكلم عن الهيالومير، والبداية من الكلمة نفسها، هيالو يعني زجاجي شفاف، يبقى هتقول له دي ترانسلوسنت زون، وترسم له الرسمة دي في ورقة الأسئلة، ما ترسمش كده في ورقة الإجابة، ده خرف، اللي احنا رسمينه ده عبس، ده عشان تحفظ بس. هتقول له ان الهيالومير عبارة عن كفر خارجي اسمه جلايكوكاليكس، ده كل دوره في الحياة انه سكرتير ريسبتور، عايز البليتلتس في شغل تخش تكلم الجلايكوكاليكس ده، ما تخشش على البليتلتس على طول. رقم اتنين من جوه هلاقي مايكروتيوبيولز مرصوصة بالشكل ده، جنبها مايكروفيلامنتس بارلل تو ايتش اذر، متوازيين،
مايكروفيلامنت اكتين ومايوسين، ده كل دورهم في الحياة انهم يكون تراكت ينقبضوا عشان يحافظوا على شكل البليتلتس، مينتين الشيب اوف بليتلتس. حتى اسمهم الاتنين سايتو سكيليتون، سكيليتون يعني هيكل، سايتو سكيليتون هيكل الخلية. ده الاكتين والمايوسين المايكروتوبيول والمايكروفيلامنت هم دول اللي بيحافظوا على شكل الخلية، كيب او مينتين الشيب اوف بليتلتس. المنطقة الثانية كان اسمها جرانيولومير، والبداية من عند الاسم جرانيولو يعني فيها جرانيولز، تحتوي على جرانيولز الفا ودلتا ولامدا، وطبعا تحتوي على الاورجانيلز بتاعت السيتوبلازم، في بقى ميتوكوندريا وفي الحاجات دي كلها، ريبوزومز وكل الكلام ده. الفانكشنز بتاعت البليتلتس، انا قايل لحضرتك ان كلمة بليتلتس يعني ثرومبوسايتس. ثرومبوسايتس الاسم ده جه منين؟ قال لي سيادتك رقم واحد ان الثرومبوسايتس خلايا مسؤولة عن تكوين الثرومبس الجلطة. يبقى هي اسمها ثرومبوسايت ليه؟ لان رقم واحد بتكون ثرومبس، وتبدأ تشرح له ازاي؟ لما حصل انجري في الفيسل وول بتاعتي بدأت الخلايا تتجمع، تجمع يعني اجريجيشن، تلزق في بعض يعني ادهيجن، وتكون بلوك افلي الانجري، افلي مكان الجرح. بس كده هو ده كل دورها في ايقاف النزيف؟ لا، بتفرز سيروتونين، مواد كيميائية اسمها السيروتونين. السيروتونين ده يروح على النهايات بتاعت الجرح ويعمل فيها كونتراكشن، الولز لما تنقبض كونتراكشن تقرب من بعض، ففقدان الدم بتاعك يقل، بدل ما كان الجرح كده 20 غرزة مثلا تبدأ انها تقل شوية يبقى 15 غرزة بس، فتفقد دم اقل. تفاعل تكوين الجلطة ده سميته كلوت رياكشن، لا مؤاخذة في اللفظ، لا مؤاخذة ايه في اللفظ، كلمة جلطة يعني كلوت. تفاعل تكوين الجلطة ده اسمه كلوت رياكشن، يبقى هي مسؤولة عن الكلوت رياكشن. عملت الجلطة، قفلنا النزيف واتبسطنا، النزيف وقف، شيل اللي انت عملته ده، نظف مكانك يعني كلوت ريموفال، بتطلع لايزوزوما الانزيمز تيجي تشتغل على الحاجات دي، لايزوزوما الانزيمز يعني انزيمات محللة اهو، تيجي تشتغل على الليلة دي كلها وتنظف وراها، شلت الجلطة بالانجري بكل حاجة، بكل الخلايا والبليتلتس الموجودة، رجعت البلاد فيسل زي ما كان، يمشي فيه الدم طبيعي جدا ولا اي حاجة. يبقى جمع لي الفانكشنز بتاعت البليتلتس، البداية من اسم البليتلتس نفسها اسمها ثرومبوسايتس، يبقى دي الخلايا اللي بتعمل ثرومبس رقم واحد، تبدأ تشرح له ازاي بتتكون ثرومبس. عملت انجري، بدأت الخلايا تتجمع اجريجيشن، تلزق في بعض ادهيجن، وتكون بلوك افلي مكان الوند، افلي مكان الانجري. رقم اتنين بتطلع سيروتونين يخلي النهايات تقرب من بعضها فافقد دم اقل. تفاعل تكوين الجلطة سميته كلوت رياكشن، كلمة كلوت يعني جلطة. بعد ما خلصت كونت الجلطة، وقفنا النزيف واتبسطنا، انظف ورايا، ده هي المسؤولة عن الكلوت ريموفال، هي كمان اللي بتنظف اللي هي عملته. عندك صفحة في الآخر، صفحة تعريفات، الصفحة دي مهمة جدا، لازم كل سنة بينزل منها تعريف في الامتحان، إن شاء الله هنناقشها سوا في ريكورد المراجعة. كده احنا خلصنا المديول بتاعنا، أشوفكم على خير إن شاء الله في المديولات القادمة، تشاو.